مليار شخص حول العالم مصابون بالاضطرابات النفسية. اليوم العالمي للصحة النفسية بلغة بسيطة. أكثر من نصف قرن والعالم يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية، تحديداً عام 1948 ميلادياً، العام اللي حددت فيه منظمة الصحة العالمية العاشر من أكتوبر من كل عام موعداً للاحتفال بالصحة النفسية، بهدف زيادة الوعي عن الصحة النفسية والتعامل مع قضاياها وخلق فرصة للمتخصصين والعاملين في العيادات النفسية لفتح نافذة التثقيف الصحي حول عملهم وآلية التعامل مع الأمراض النفسية. يصحح اليوم العالمي للصحة النفسية أغلب المعلومات المغلوطة وأبرز الإشاعات اللي يدولونها عامة الناس عن الأمراض النفسية وآلية التعامل مع المرض النفسي وآلية انتشاره في العالم وتأثيره على الصحة الجسدية. الإحصائيات الأخيرة تقول أن أكثر من 800,000 شخص ينتحر سنوياً بسبب الأمراض النفسية الحادة. منظمة الصحة العالمية أكدت في رسالتها الرئيسية عن هذا اليوم أن 1 من كل 5 أطفال ومراهقين في العالم يعانون من اضطرابات نفسية، وهذا اليوم يقرب الفجوة المعرفية بين الناس والأمراض النفسية، ونشرت أخبار سارة حول علاج الاكتئاب والقلق واللي يعد أكثر الأمراض النفسية شيوعاً في العالم.